لو الحكاية فيها إن فيتو إيه سر عزوف وبعد الشباب عن الانتخابات في الفترة الأخيرة؟ أقول لحضرتك بالنسبة لعندنا بالنسبة للحزب الوطني هي اللي رجعت تاني بتشارك في الترشح نفسها. عندنا يعني أمثلة يعني في طلعت الأواس وفي رجب الحميدة كل دول كانوا حزب وطني. فهنزل أشارك ناس يعني كانت فلول وناس تبع النظام القديم طبعا يعني هنزل أشارك فيهم. لا عشان شايفه ان انا صوتي مش هيفرق، شايفه ان المجلس مش هيفرق. لا صوتي انا مش هيفرق. والله دي اراء، والاراء دي سواء صح او غلط كل واحد ورايه، كل واحد بيعبر عن رايه، مش عايز يشارك او مش لاقي حد مناسب من المرشحين. في ناس كتير قوي اعرفهم بيقول انا مش لاقي حد مناسب، انا ما اعرفش حد شخصيا ان هو هيقدر يعمل حاجه. وبناء على مجالس النواب ولا مجالس الشعب صديقة كتير جدا محدش عمل حاجة، حتى من رئيس لرئيس ومن رئيس لرئيس. الوضع كما هو عليه، البلد زي ما هو، البطالة زي ما هي، المعاشات زي ما هي، كل حاجة زي ما هي، إلا ما رحم ربي يعني إلا حاجات بسيطة تطرح في الفترة اللي فاتت، بس حاجات بسيطة كده حس بيها الشعب المصري فيه على فترات، حاجات بسيطة مش حاجات جامدة اللي هي تقدر تعيشه في الرفاهية أو تعيشه في مستوى كويس. كل واحد يقعد على الكرسي يحمل يديه، يعني كل المصريين اللي مش السنه دي العدد بقى قليل قوي. كان قبل كده كل واحد عارف هيروح ينتخب مين، دلوقتي للاسف ما بقيناش نعرف هننتخب مين. ندي صوتنا لحد نشوفه قبل الانتخابات بيومين ثلاثه، بعد كده للاسف ما بنشوفهمش تاني. عشان كده بداوا الناس ما ينزلوش يدوا صوتهم لحد. بص، اغلب او نسبه كبيره جدا من الشباب في مصر عندهم حاله من القرف السياسي، حاله من لان هم مش راضيين عن اداء الحكومه، عندهم مشاكل مع النخبه في مصر، شايفين ان فيفي بيشتغل لوحده، لازم شايفين ان الدوله في مصر مش متكاتفه مع القياده ومع اراده ورؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يحقق انجاز. فاصبح الشباب عندهم حاله من اللامبالاه ومن البلد السياسيه او البلد الاتجاه مشاركتهم في عمل سياسي.